وسهلا فيكم أحبابي بقناتكم قناة لقمة شهية. الله يسعدكم ويكرمكم يا رب. اليوم جبت لكم أكلة تراثية لبنانية بامتياز، وأكلتنا حبايبي هي من الضيعة اللبنانية. زمان كانوا يعملوها كتير لأنه كل مكوناتها من طبيعة الأرض تعيتهم، يعني كانوا زمان عندهم اللبن لأنه أغلبهم بيربوا مواشي، بقى هاي الأكل كان داخلها لبن، وعندهم الحمص نزاع حمص، عندهم القمح اللي بيطلعوا منه البرغل، بيطلعوا الطحين، وعندهم الكزبرة والثوم، وعندهم السمنة اللي كان خدوه على إيدهم، هاي السمنة البلدي اللي بتطلع من المواشي. والحاصل إنه أكلتنا كانوا كتير يعملوها وكرروها من وقت لآخر، وهيدي الأكلة اسمها زوات الراعي. يعني كانوا كتير لما ياخدوا للراعي أو للفلاح بالأرض كانوا يعملوا له هاي الزوادة، بقى طيب كتير كتير مفيد كتير، لهالسبب كانوا يكرروها كتير. خلونا نشوف مقاديرها وبتعرفوا أكتر عن شو عم بحكي. عندي هون برغل ماعن أسمر، وفيها تنعمل بأبيض، ما في مشكلة أبدا إذا كان أبيض. هيدا برغل ناعم أسمر. عندي هون كباية تقريبا، وطحين كمان كباية، بدي أعجنهم مع بعض. كباية البرغل بدي أنقعها بمي، كباية بدي أنقعها بكباية مي، يعني لكل كباية برغل بدها كباية مي. وعندي لبن هون تقريبا كيليين، لكل كباية كباية طحين وكباية برغل بدها كيليان لبن. وعندي كباية حمص منقوع 12 ساعة تقريبا، ليلة كاملة. هلا شو بعمل؟ بحطه ان شاء الله بالكيس، وبجيب شوبك او قنينة كبيرة عصير ازاز ومحدلة، يعني بصير بمرقها فوق الحمص بشكل انه تفتح حبة الحمص، تطلع القشرة، يعني تطلع الحبات الفلقتين منها، وكب القشرة وباخد الحبتين هيدول. وعندي هون لللبن بدي بيضة، فيني حط نشا لكل كيلو معلقة ونص نشا، وفيني حط للكيليان بيضة. أنا حجيب بيضة وأفقسها إن شاء الله. عندي مع الحمص بدي بصلتين تقريبا، هيدول بنعدوا وسط، يعني أصغر من الوسط بشوي، بين الوسط والصغار. عندي هون 4 معالق سمنة، لأن بدي أقلي تقليتين، تقلية كزبرة مع ثوم وتقلية بصل مع حمص. وعندي هون بالمادة الدهنية أكيد هي سمنة وزيت، مثل ما بتعرفوا بدي أخلط سمنة وزيت، زيت نباتي أكيد ما بيصير زيت زيتون. وعندي هون للعجينة اللي بدي أعجن فيها بعد ما أعمل البرغل، بدي براس المعلقة، يعني ربع معلقة أو على طرف المعلقة، حر مطحون أحمر. وعندي نص معلقة 7 بهارات، هيدي للعجينة. أما حشوة البصل والحمص فبدي هون ربع معلقة بهار أسود ونص معلقة قرفة ناعمة إن شاء الله، والملح حسب الذوق. هي كل مكوناتنا، نبدأ طبختنا، نبلش تحضيرها وبنقول بسم الله. الأكلة خاصة بشمال لبنان، وإن شاء الله يا رب يتعرف عليها كل لبنان وكل العالم العربي وكل العرب وحيحبوها إن شاء الله. وهيدا البرغل بعد ما نقعته بالمي، شرب المي. هلا بدي أفركه منيح وحط الطحين عليه، وأرجع حط الحر وال7 بهارات ان شاء الله. احبابي لازم هيدي الحركة نعملها بالشوفة لحتى الحمص تفتح حبته ونطلع الفلقتين تاعونا. ان ما كان عندنا، يعني في ناس ما عندها هيدا الشوبك، شو بنجيب؟ بنستبدله بهيدي القنينة الازاز، نفس العملية، بنحدله بهيدا بالازاز، او نرجع نقول بالشوبك اللي عنده شوبك.
بنثبت الشوبك بصير نعمله هيك ضربات خفيفة حتى تفتح الحبة وتعطينا الفلقتين تبعونا والقشرة تكون مزحة على جنب. احبالي بهالطريقة بنحط الحمص بالجار بتطلع القشرة لواحد والحبة لواحد المسلوقة حبة لا بهالطريقة اسهل انه تطلع حبة الحمص عن قشرتها. وهيك بس دعكت البرغل مع الطحين وبهلا بنزل فوق العجين البهار الاسود والحر المطحون بدعكهم منيح بنزل عليهم الملح وبهالطريقة احبابي بنكور طابات العجين عجينة الكبة وبنحطهم على الطحين حتى ما يلزقوا ببعض وهلا بعد شوي بدي نزلهم على اللبن وبنزل البصل احبابي وهلا من بعد ما بلش يغلي اللبن بننزل عجينة البرغل بنسقطهم على هنا وبنقلب كريات العجين بشكل انه ما يتعجنوا معي يضل الحبة محافظة على نفسه وهون احبابي حط معلقتين سمنة معلقتين طعام سمنة وهلا بنزل البصل حتى يتشوح منيح برجع بنزل الحمص وبدي نزل القرفة الناعمة وسبع بهارات وملح ان شاء الله بدي هون الحمص هون البصل اخذ لون بنزل الحمص القرفة الناعمة والسبع بهارات بحطهم منيح اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ريحتهم تشبه ريحة المغربية من نفس المكونات تقريبا فيها حمص فيها بصل يا أخي نعمة بقى ريحة طلعت تشتهي هلا بنزل الملح بنضيف شوية مي شوية صغيرة حتى حبة الحمص مثل ما قلنا تستوي خفف النار وبنغطيها أحبابي هيك استوى الحمص مع البصل خلص هلا بدنا نسقطهم فوق اللبن والعجينة اللي معنا احبابي هلا بقيت الكزبره والثوم الكزبره اللي فرمتها الكزبره الخضراء بدي انزلها بالزيت والسمنه خلطتهم مع بعض هلا عم قلي الكزبره والثوم بدي انزلهم فوق اللبن تاعنا بدي اخذ لون بس صغير يعني ما بدي اياه يشقر بس ان شاء الله بدي يشقر بنزلهم على الاكل تاعتنا احبابي بعد ما طلعت ريحه الكزبره والثوم هلا خلص بعرف انه هيك هاي المرحله اللي بدي اياها لا صارت بني ولا شيء يعني ما غير لونها كثير بس شقرت شوي حبه الثوم والكزبره بعدها محافظه على لونها بس لما طلعت ريحتها هلا المفروض نزلها على الكتفه بسم الله وهلا بندوق طبختنا وبنشوف العجين اذا استوى
بنحدد اذا كان بده ملح او لا، بنطفي تحت طبختنا وبنشوفكم مرحله السكب ان شاء الله. وهيك اخواتي خلصت طبختي ما شاء الله، طعمتها رائعه وما بدها ملح. زينت انا بالكزبره، كانوا يحطوا السمنه الاصلي وتبين السمنه على الوجه، واكيد ما بعرف اذا كان في مكسرات وقتهم، بس كان بيزرعوا، كان في عندهم الصنوبر، لبنان مشهور بشجر الصنوبر. ما تنسوا لي باللايك وتعملوا مشاركة للقناة وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم مني اي جديد. وهي اكلات زوات الراعي او زوات الفلاح، اسمين بينطبع هاي الاكلة، طيب كتير، جربوها، بنصحكم تجربوها وتبعتولي اذا عجبتكم. مع تحياتي سينيو وويد.